في مجال المصنعية الأرباح تكون في توفير الأدوات والصيانة المستمرة للمنتجات الكاملة المتميزة التي تم إنشائها على هيئة مشاريع أو منتجات، مشاريع في مجال البناء، ومنتجات مثل السيارات والطيارات وإلى آخره. فهذه المنتجات لكي تستمر في الخدمة تحتاج إلى صيانة، والشخص الذي يمتهن الصيانة وليس في مستوى العلمي أن يكون يستطيع بناء منتجات ومشاريع، ولكن هو متدرب ومتمرس في مدرسة أو اثنين فنية لكي يقدم خدمات الدعم والصيانة المستمرة التي لا تنتهي طالما المنتج في الخدمة. وكما هو معلوم في منتجات مثل السيارات فإن المدارس عديدة، ويصعب على الفني الواحد أن يكون متقن في كل المدارس. فالسيارات اليابانية معماريا مختلفة عن السيارات الأوروبية، والأمريكية كذلك مختلفة عن الاثنين. كلها في المقام البسيط هي سيارات صحيح، ولكن في تصميمها وفي معماريتها مختلفة. لذلك تجد الشخص المتمرس في السيارات الأوروبية لن يستطيع إصلاح بعض الأعطال الخاصة بالسيارات اليابانية، والمتخصص في السيارات الأمريكية كذلك قد يقوم في إصلاح بعض الأعطال البسيطة، ولكن الأعطال الخاصة تستوجب المعرفة والمهارة الخاصة لا يستطيع القيام بذلك. ولو نظرنا في مجال الرياضة سنجد أن اللاعب سواء كان يلعب الكرة أو السلة أو الطائرة هو يتعلمها مرة واحدة، ولكن في عمر طويل يسقل مهارته ويتقنها. كذلك هو الفني الذي يتخصص في مجال واحد ليتقن هذه الصناعة، والإتقان يتطلب الاستقرار في الاتجاه والاستقرار في المصنعية وعدم التغيير، ويزداد بالمعرفة والتمركز والتمرس فيها. فتجد الشخص الذي يتقن صيانة سيارة أوروبية معينة مثلا متمركز في هذا الاتجاه ولا يعمل إلا في هذا الاتجاه. قد يوجد بعض الأشخاص الذين يدخلون في أكثر من اتجاه، ولكن هذا الشيء يتعارض مع الإتقان، إتقانه لهذا المنتج أو هذا المجال. الآن الوصول للإتقان كما فهمنا من هذا السياق في الكلام يتطلب استقرار المنتج، واستقرار المنتج يتطلب استقرار المعمارية الهندسية في بناء المشاريع وبناء المنتجات. وكما هي موجودة
في المجالات الأخرى مثل مجال البناء وفي الرياضة وفي مجال صناعة السيارات، هي أيضا موجودة في المجال التقني وتستقر يستقر المشروع باستقرار المعمارية التي يقوم بها المهندسون والمستشارون، ويستقر المشروع باستقرار المنتجات والأدوات المستخدمة لينتج لنا مشاريع. هذه المشاريع مبنية على معمار وليس على الهواء، على معمارية متبعة منظمة منتظمة تسهل على الأشخاص الذين يعملون في مجال الصيانة والدعم أن يوفروا الخدمة المستقرة المتقنة لدوام واستمرارية المنتجات في خدمتها للمستهلك. وإن كان الإتقان يتطلب الالتزام في اتجاه محدد وأدوات ثابتة، وذلك يعني يتطلب من الشخص عدم التغيير الاتجاه وعدم تغيير الأدوات لأبعد فترة زمنية ممكنة، فإنه أيضا من الصعب على الشخص الذي يعمل في الهندسة المعمارية وفي الاستشارة تحديد الاحتياجات الحقيقية للمشاريع والمنتجات إن لم يكن هو من نفس البيئة التي تستهدف المنتج. فالمنتجات مثلا في السيارات هي خرجت من بيئتها لتناسب ظروفها البيئية والمكانية التي أنشأت فيها. السيارات اليابانية أنشأت بمواصفات تخدم البيئة اليابانية، والسيارات الأوروبية أنشأت بمواصفات تخدم البيئة الأوروبية، والسيارات الأمريكية كذلك. ولذلك استيراد المنتجات من أماكن أخرى يتطلب تطابق الاحتياجات، تطابق الاحتياجات في المنتجات والمشاريع التي تأتي من بيئة مشابهة هي الأوفر حظا في الانتشار والاستمرار والدعم من الأشخاص الذين يمتهنون صيانتها. والأسوأ حظا هي التي لا تتناسب مع الاحتياجات الحقيقية للمستهلك. وإن كان هذه الاتجاهين موجودين، ولكن الاتجاه الأفضل والذي يدعم استقرار المصنعية واستقرار العمال واستقرار المعرفة في المجال بالنسبة للمستهلك هو إيجاد معمارية خاصة بالبيئة التي تستهدف العميل، مستقاة من ثقافته وبيئته، مدعمة بمشاريع محلية بلغته، مستوعبة اللغة والثقافة المحلية والمعمار المحلي والفن المحلي، وهذا يؤدي بالخروج إلى بأدوات ومنتجات محلية تكتسب صفة المكان فتسمى باسم البلد وتسمى وتكنى
بكلية المجتمع. تمام، كما هو الحال موجود في الأكلات والزي والثقافة المحلية. وهذا وإن كان مطلوب ولكنه صعب في الإنجاز ويحتاج إلى وقت طويل ويتطلب بداية من الأشخاص المختصين في الاقتصاد وفي الهندسة المعمارية وفي الاستشارة لتحديد الاحتياجات الحقيقية وبناء المعمارية الخاصة في هذه البيئة التي نشأ فيها. فيصعب على الشخص الذي لم ينشأ في بيئة معينة أن يتصور احتياجاته، وعلى العكس فيجب على الشخص الذي يبني المعمارية التقنية في بلد ما أن يكون ابنا لهذه البيئة لكي يكون مستشعرا بالاحتياجات الحقيقية التي ستدعم منتجات مستقرة مستخلصة من مشاريع مبنية على المعمار الثقافي المحلي.